قد يقول قائل من أنني أكرر هذه الموضوعات، هذا هو منهج القرآن، إنني أتعلم المنهج الإعلامي والتبليغي من القرآن. القرآن يكرر الأحداث لكنه في كل مرة يعرضها من جهة معينة. الوقائع تتكرر، على سبيل المثال وقائع بني إسرائيل تتكرر في مختلف السور القرآنية، لكن في كل مرة هناك عرض لجهة من الجهات، هناك إلفات نظر وتنبيه لزاوية من الزوايا لم يشر إليها في المرات السابقة، وهذا هو الذي أتبناه أسلوبا في عمل الإعلام والتبليغ، لأن الحقائق تنسى. آفة العلماء النسيان، فما بالكم بالجهلاء. آفة العلم النسيان، فما بالكم بالجهل وأهل الجهل. إذا كان النسيان آفة للعلماء وكان آفة للعلم، فماذا نقول عن الجهل والجهلاء؟ من هنا نحن بحاجة إلى تكرار. إذا أردتم أن تنشروا الفكر الذي تؤمنون به عليكم بالتكرار، ولكن أن يكون تكرارا مميزا، لا أن يكون تكرارا مملا. في كل مرة يعرض الموضوع من جهة من الجهات.